يا رختها إلى مرضيتها نعم سهدوتها بل كده أي مرضيتها بوش عصقة ومررتها إيوة أي دعورة نجاوة جو دورة عويرة ضارت عصرا كبش لا يبلي خيدر قل أمتن فرمان القطلة دي وكل بخنيشة تلقتها وبرقتها دعما أطورايا وهدخل أبا أكرم خبي ولونا ددولي وعدا عم قيامتا خدتا كب مليس وامشي خايد لونا جوجي وبأرخة جهلتا أي أرخة عسقة وقشيتا إلا إخديتا دمنطية الفرقانة وقيامتا وهدخل من الشورايا داها أرخة لك ليلة يا أطوراي رفقة منا إلا إيوة إيدا جو إيدا عم خيلي مشي خايق خميتة لونا هوا خدية عندها بشرارة وريبورتاج دمقروة اللي اخدا سهدوتا خايتا سهدا خايا تبرقلي من جون خد سمالي وأب ختمة سهدوياتي تكل بس تسهدي أطوراي دخلا يجاني جولونا وقلونا وأب ختمة لقاتم المملة مش طقلانة بوليتيقاية لونا ناية طويلة هي مسيرتنا مع الشهادة ولعل أشدها كان خلال القرن المنصرم حيث ارتكبت المجازر ضمن خطة مركزة ومحددة الأهداف ألا وهي إبادة الشعب الأشوري كذلك كان بلدنا الحبيب لبنان على موعد مع قيامة جديدة وكان لابد للمجتمع المسيحي في هذا البلد من أن يسلك ومن جديد درب الجلجل الصعب ولكن الوحيد الذي يقودنا إلى الخلاص والقيامة ومنذ بداية الدرب لم يقف الأشوريون في لبنان على الحياد بل كانوا يدا بيد مع القوى المسيحية للدفاع عن لبنان نبقى الآن مع الريبورتاج الذي يعرض لنا شهادة حية لأحد الناجين من مجزرة سمال وشهادات لبعض عوائل الشهداء الأشوريين الذين سقطوا في لبنان كما يتضمن كلمات ومواقف لبعض المسؤولين السياسيين اللبنانيين إنه السابع من آب تاريخ يختصر رمزية الشهادة الأشورية مسيرة طويلة من العطاء لم يبخل بها أسلافنا بدمائهم ليفتدوا أمتنا الأشورية فمنذ 2000 عام ارتبط بكنيسة المشرق الأشورية اسم كنيسة الشهداء فقد قدمت شهداء كثر من أبنائها وشمامستها وكهنتها ومطارنتها وبطاركتها من أجل الوجود المسيحي والقوم الأشوري في هذا الشرق ومنذ بداية القرن المنصرم وخلال الحرب العالمية الأولى والثانية تعرض الشعب الأشوري لأبشع أنواع محاولات الإبادة لشعب طالما حمل راية السلام رسالة المسيح أما في لبنان فكان الأشوريون على موعد مع الشهادة وذلك إيمانا منهم بأن لبنان بتكوينه يتخطى حدوده الصغيرة فهو أيقونة الشرق وملجأ الأحرار وعندما كان الكيان بخطر لم نبخل بالدماء للدفاع عن قدسية أراضيه وإلى صار أسرة يلا شو صارت الساعة العاشرة وذهبنا إلى اجتماع في الكنيسة تفاجأنا بالدبابات والمدافع أمام الكنيسة الكنيسة داخل أمرها تسخ الدراجة إله وبتفوت على الكنيسة الكنيسة وادلة يعني إن زدت حالك من شباك بتموت أخي لك نخبره وانا يروح كله مضيبة بعد ساعة من دخولنا بدأ صوت الرصاص ولم نكن نجرؤ على الخروج تيري شو ويتا مزرة برا بيلاقوا بالسورة ديا تيلو أخلي لكم خبرة بيتلاقوا بغداد عراق أخلي إيكا كومتواتي حد السمين شو
أما الشباب الموجودين معنا كانوا يخرجون لملاقات حتفهم خارجا. أخي ليخ بغضايا شو مني وبخلال بي يا رفلاط بس أرزق فلاطة ليل بالدارة هل صار تري بركة أطلع صار تري دختير مار عن ناشو بورة هي للطيارة إنسناي روفيلا وراقة ميلان وقف الحرب. كان القتل بكل بساطة حتى وصول طائرة إنجليزية الساعة الثانية بعد الظهر ورميها لأوراق زرقاء من بعدها توقف القتل. مرني بالكلبات أصبح لا خزيلا بركة تطلع الطيارة وفيلة وراقة ميلانا تحتيل مانا أنا شهور بعدها أتى أبي وقال لأمي بأن تأخذنا من أمام هذه المشاهد المروعة. يمي قنفل طاري شوي للصدر تخاتي ملو شالق على جيل دي قطيوة. أخذتنا أمي ولكن بعد أن ألبستني ثوب أختي لأن الصبيان من عمري كانوا يقتلون فورا. ما في حدا مطيلة الخادكتة وخبخة الأمرة تقريبا رخة. ذهبنا إلى المكان الذي تواجدنا فيه قبل وصولنا إلى مكان المجزرة وإذ بأمرأة نعرفها اسمها كريستينا كانت حاملا ومعها ابن في أول سنة من عمره يتخبط بدماء أمه المقتولة ذبحا. أنا اسمي طاول أميرخان خيي وردة استشهد بالجيش سنة 1983 لا التحى ب83 واستشهد ب86 كان في خدمة إجباري كان أيام شيخ أمين جميل فالتاقي دغري دغري بعد شهرين وهو حب يلتحق يعمل اختياري على 3 سنين في اختياري على 3 سنين في على 6 سنين كان عمل اختياري على 3 سنين وأيام كان حرب أيام 86 من 83 ل 86 كان في حرب ودينا أيام قار يعني صاري اللي صاري واللي فهمت فهمها الشعب الأشوري اللي هو من زمان مجر بدافع عن كيانه وعن وجوده بالمنطقة فهم أنه كان بوقتها كان في مخطط طويل عريض لضم لبنان للجمهورية العربية المتحدة اللي كان فيها كانت بوقتها كانت مؤلفة من مصر ومن سوريا وكانت النجمة الثالثة بالعلم بدي يكون لبنان وكانت القصة كلها هون إنه بيطيروا رئيس الجمهورية بيطير الحكم بيستولى على الحكم جماعة موالين لعبد الناصر وبتنتهي القصة كلها هون شعروا بالخطر كل الأقليات اللي هي أساسا عارفة مثل ما بقولوا يلي ضيق طعمة المغرية بتعرف شو المغرية؟ المغرية هي الجاب يلي بيقولوا فيها الغري اللي هي الملزاق هيدي بيقولوا ضيق طعمة المغرية يعني محروق من المغرية بيعرف شو الحكاية الشعب الأشوري اللي هو كل عمره بناضل حتى يحافظ على قيمه ويحافظ على مسيحيته شعر وقتها انه من وجبته انه يدخل بالمعركة ويساهم بمنع وضع جد على لبنان. بسبب أحداث الأليمة سنة 1975 تأسست في لبنان الرابطة الأشورية أنصار الكتائب اللبنانية. الهدف من تأسيس الرابطة كان حماية لبنان وشعبنا الأشوري. يعني في يوم مشؤوم كان نزل قصف عشوائي غريب الشكل على المنطقة رحلنا تقريبا 13 شهيد وشي 37 جريح لوما من شباب اللي استشهدوا نحن مش موجودين. كيف لنا أن ننسى
في يوم الشهيد أهلنا الذين يعانون الأمرين في العراق، فهم على موعد يومي مع الموت والشهادة، ومن فاته الموعد يكون شهيد الحالة الاجتماعية. فنحن نرى شعبنا يخسر يوما بعد يوم المزيد من حقوقه وأراضيه في اللعبة السياسية. وفي هذا السياق نتوجه بالكلام إلى الأمم المتحدة التي لطالما رعت حقوق الشعوب المستضعفة، لنجدد مطلبنا الذي رفعناه في العام الماضي باعتبار الشعب الأشوري من شعوب الأرض الأصيلة، كما ندعو لإدانة تركيا باعتبارها وريث من قام بمحاولات إبادة الشعب الأشوري بداية القرن المنصرم. فقد آن الأوان لتتبنى الأمم المتحدة قضية الشعب الأشوري الذي قدم الكثير من التضحيات في سبيل الدفاع عن وجوده القومي والديني، فلا بد من تكثيف جهود هيئاتها التي تعنى بحقوق الإنسان لتعزيز قدرته على الصمود في أرضه الأم.